حسين. دونك هوني مدام فاطمة التصريح هذا اللي صار أول مرة مع أنه أحكي قال أنه سياسات أوباما وكلينتون يتحملوا الحزب الديمقراطي اكزاكتومون حملهم مسؤولية الدماء، وقال أنه الشرق الأوسط أصبح يغرق بالدماء. نجموش نفهموا زادة من التصريحات هذيا نلقاو تفسير للانسحاب الأمريكي من سوريا. برافو عليك يعطيك الصحة إيمان، معناتها عرفت كيفاش تشد العقدة وتربط. فعلا هو الرئيس الأمريكي الآن يحدث نقلة نوعية وانقلاب 180 درجة في السياسة الخارجية الأمريكية. هو هذا الانترفيو كما شفته أنت وشفته أنا، معناتها أنا شفته كاملا مع CNN. هو اللي قاله التالي، قال انظروا إلى العراق وليبيا، أصبحت بؤر مش للتوتر للإرهاب وتنمية الإرهاب. ومن المتسبب في هذا؟ قال المتسبب فيه هو سياسة أوباما وكلينتون. وهنا في إشارة إلى الربيع العربي وإلى ما وقع في هذه البلاد، لأنه كي تفكر بالعقل إيمان راهو الولايات المتحدة الأمريكية مصالحها والغرب والكلهم ما يساعدهمش لوكاو في المنطقة، ما يساعدهمش الشيء اللي قاعد يصير. أنت العراق معناتها انتقل من حالة إلى حالة، وسمح لي العراق زيدا خاصة كي نحكيه على التعليم، قلت العراق اللي كان زخيب العلماء ومن شكون يعرفش 77 البلد اللي كي توفيت زها حديد أقوى مهندسة معمارية عملت في العالم، التوا أطفال العراق ما ينجموش يقراو، ما ينجموش يقراو. أنت تلقى في العراق الجدة عندها الدكتوراه والحفيد اليوم ما يعرفش يكتب حرف، معناتها المدارس وأبلاتي واحد الكل بفعل الاحتلال. إن شاء الله يقوم العراق من جديد على خاطر فما محاولات وفما ناس وطنيين، احنا عمرنا ما نقولوا معناتها. كذلك في ليبيا إن شاء الله تتحل المشكلة، ولكن هو أوباما حط الجرح على ده. كيف سألوا الصحافي قالوا وحقوق الإنسان في عهد صدام؟ قالوا ولا هي فما حقوق إنسان توا أصلا، حتى حقوق الدنيا مش موجودة. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لطفا دونك يمكن هوني زاد بالهذا الذي حدث في سوريا، واليوم حط في إحراج كل العملاء اللي دايرين بأمريكا واللي صفقوا لانهيار سوريا وضرب سوريا وضرب العراق، اليوم خلاهم في إحراج، حمل المسؤولية لأوباما وكلينتون زي لا وخلاهم في إحراج وقت اللي يصبح يسحب في القوة متاعه. ما تنساش أن الرئيس الفرنسي يحيي وزير الدفاع الأمريكي الذي انسحب لأنه أوباما معناتها جبد الجيش متاعه. أنا نقول اللي حطهم وعراهم اليوم وحطهم أمام مسؤولياتهم ولن يستطيعوا تحمل المسؤولية، لأنه لوكاو ما يساعدش لا الكيان الصهيوني ولا يساعد الولايات المتحدة الأمريكية، لا يسحب أحد أوباما. وهذا ترامب راه مش غبي، الناس تقول خارج يا لا يرسم في استراتيجيته، هذا عنده استراتيجية لأنه الخارطة بدأت تتبدل خاصة مع تدخلات العلاقات الصينية والروسية. يرحم والديك، توا أنت عندك من العيار الثقيل وتقول لي أمريكا ما زالت هي اللي تسوق. قال لك لا، وفي الانترفيو تذكر اللي قعدنا نحكيو فيها أنا وياك قبيلة، تذكر شنو قال في السيكونس اللي من بعد؟ قال انظروا لنلتفت إلى أنفسنا، شوفوا الطرقات نتاعنا كيفاش ماهيش مهيئة على أمريكا. يقول نشوفوا شعبنا، نشوفوا محاجياتنا، احنا نتقهقر وقاعدين نبثوا في الرعب وفي الحرب معناها في بلدان اخرى بدون ان تحصل من الحروبات. باش نمشي ولشوية